Sauf un Ferroulier, Adeline Guidura, Edo, ils ont beaucoup donné à l'équipe nationale, faut jamais oublier ça. Ils ont donné une Coupe d'Afrique par l'Algérie, a déjà mis ça dans le tarif. Donc, nous choukrons bzaf. Ok, mais Edo, les Abin, les Menzel, ils n'ont pas donné leur. Ils n'ont pas donné leur retraite internationale encore, mais à la Benesh et le Moustakhbel. Donc, ça, c'est un jdid. السلام عليكم جمهورنا الرياضي، كما استمعتم إلى جمال بالماضي يتكلم عن كل ما قدمه نعم في غولي وغديورا الذين كانوا من أسباب أحد أسباب تتويج الجزائر بكأس إفريقيا، وشفنا الجرينتا اللي لعبوا بها في غولي وغديورا وكل لاعبين المنتخب هناك في مصر، واللي صح لم يسبق للمنتخب الجزائري أنه فاز بكأس إفريقيا خارج الديار. هذه النجمة الثانية، وإن شاء الله رانا نحضروا للنجمة الثالثة مع أنها صعبة جدا في إفريقيا، لكن على الأقل نبنوا منتخب جزائري. وكما أيضا قال أن يعني جربنا دماء جديدة، راح نشوفوا دماء جديدة إن شاء الله في المنتخب، سواء هذو اللاعبين وإن شاء الله نزيد نشوفوا لاعبين آخرين. كل ما كانوا عندنا اللاعبين أكثر، كل ما كانت المنافسة أقوى وأشرس، وتكون مراكز يعني غالية غالية غالية، واللي يستحق هو اللي يلعب. السلام عليكم.